يلا قوم. ايه شكلك لابسه ضيق؟ هل قاعدة ضيق؟ الك مو ضيق؟ اذا ملتي ميلتين بينشق. لا بينشق ولا بلوط. يلا قوم. لحظة لحظة. افتحي لي السحاب لشوف. مو هاد. هاد. شو ها؟ نص بطنك مبين. لا عمي لا، انا ما عاد لي مصلحه. بليز سعد. لا بليز ولا بلوط، بهالمنظر ما عاد في طلعه. مش على اساس انت مع حقوق المراه؟ انا مع حقوق المراه اللابسه، مو الشالحه. هلا هيك شالحه؟ ليكي كلمه ورد غطاها. تفردي لي هالكنزة وبتغطي لي بطنك وإلا بلا المشوار. هيك منيح؟ ها هيك أستر. على فكرة حكيتني زينة اليوم. إيه عايدتني. كنا دايماً نقضي عيد ميلادي سوا. أنا اليوم بدي أنسى. ما فهمت. بدي أرقص وأشرب وأنبسط وبدي أنسى كل شيء. بدي أنسى إنه أهلي ماتوا، بدي أنسى إنه زينب بالحبس، بدي أنسى إنه احترق بيتي. بدي أنسى كل شيء. حتى أنا؟ أنت الشيء الوحيد اللي ما بدي أنساه. شرفي. خلص خلص شو بدك تحكي شوي؟ حبي شوي اشتري الوردة الله يخليك، اشتري الوردة الله يخليك، اشتري كم وردة معك؟ 10. ورجيني لشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مضبوط هاتهم كلهم. الله يجيب خاطرك. لشو كب المصاري؟ ما اليوم جبت لي وردة، بعدين هلا بيعيط لكل اصحابه. انا بيوم من الايام كنت مطرح على هذا الولد، مطرح هدول الولاد اللي عم شايلين على السيارة عم يمسحوها. انا اللي بعرف شو يعني ولد بينزل بعز الليل، بعز البرد حتى يبيع وردة أو يغسل سيارة أو حتى يبيع هلكة. مسكي هدول إلك. مسك حبيبي مسك. الله يجيب خاطرك، الله يخلي لك إياها، الله لا يحرمكم من بعض. تروح على البيت فورا ها؟ روح. هدول إخواتك اللي هون؟ إيه. تاخذهم تروح على البيت. بدي أرجع بعد شوي ما بدي لاقيك. يلا يا حبيبي. على البيت أنت وياه. شو قال؟ شو قال؟
ولا شيء. مساك الخير. حبيتيها للسهرة؟ كتير. أنا ححط راسي ونام تعبانة.